وللحديث أكثر حول تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإيكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد. خليني أبدأ بالهبوط اللي شفناه بالهبوط القوي الذي شفناه بالأمس على الأسواق الأمريكية بسبب أسهم التكنولوجيا وأيضا ربما تباطؤ وتأجيل الاختبارات للبحث على لقاح فيروس كورونا. إلى أي مدى يمكن يستمر هذا التراجع اليوم على الرغم من هذه يمكن اللي عم نشوف الافتتاحية للعقود الأجلة تبدو على بعض المكاسب؟ ما شاهدناه يوم أمس هو حالة ريسك أوف، أي أن المستثمرون إجمالا تجنبوا الأصول ذات المخاطر المرتفعة بظل المخاوف من تأخر في اللقاح وتأخر في التطور فيما يتعلق بإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وبالتالي ذلك انعكس على رغبتهم بالمخاطرة. وكانت الرغبة بالمخاطرة متمثلة حقيقة بالتوجه نحو يعني انتقائية في أسواق الأسهم، ولعل أبرز ما سمعناه ورأيناه يرتفع بشكل حاد هو قطاع التكنولوجيا، ونالت شركة تسلا وأخرى من الشركات التكنولوجيا حصة كبيرة من الانخفاض يوم أمس بنتيجة النزف الكبير أو التخارج الكبير وعمليات جني الأرباح الواسعة كانت من مستويات أعلى من ذلك. ولكن ما شاهدناه يوم أمس هو عملية تخارج فعلي من قطاع التكنولوجيا، وهذا قد يعني مزيد من التراجعات، ولكن الوتيرة قد تكون أبطأ في الفترة القادمة. بالتالي قد يشهد على سبيل المثال سهم مثل تسلا تراجعات قد تشهد عند 1800 وما دون هذه المستويات وصولا إلى 1500 و1600 عادي جدا إذا كان هناك استمرار لعملية التخارج من قطاع التكنولوجيا. وبمعنى آخر ممكن أنه يعني بداية انفجار فقاعة التكنولوجيا وفقاعة البايوتك على وجه التحديد التي تضخمت بشكل كبير مع فترة فيروس كورونا. ولكن سيد رائد نشهد هذا بعض الارتفاعات الملحوظة على أسهم الفيوتشر أو العقود الآجلة للأسواق الأمريكية، ما هي أبرز الأسباب وراء هذه الارتفاعات؟ عودة مرة أخرى للانتقائية، في هناك يعني في نقطة مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين كان التوجه نحو ملاذات آمنة أو خزانات قيمة في إن صح التعبير. الدولار الأمريكي كان يواجه بعض الارتفاعات، وأيضا كان هناك نوع من الانقلاب من قطاع التكنولوجيا والبايوتيك إلى قطاعات أخرى، وبالتالي رأينا الداو جونز إلى حد ما متماسك بالمقارنة مع مثلا أسهم أخرى مثل الاس ام بي 500 عفوا مؤشرات أخرى التي تحتوي على قطاع تكنولوجيا أكبر فيها. بالتالي ما نشهده فعليا هو تراجعات في قطاع التكنولوجيا والبايوتك بنتيجة الأخبار المرتبطة بها والمخاوف المستقبلية، وفي نفس الوقت لا تزال الفرصة التي تولدها الأصول ذات العوائد المرتفعة أفضل من أن يكون هناك توجه نحو سندات مستهدفاتها أو عوائدها أقل من مستويات التضخم. بالنسبة للمستثمر هو يريد أن يعني يضارب مقابل مستويات التضخم دائما، فيبحث عن أي عائد يولد له أعلى من مستويات التضخم، وكان يحقق ذلك من خلال العائد الخالي من المخاطرة المتمثل بعوائد السندات أو من خلال أسعار الفائدة. الآن مع سياسة يسيرية ضخمة جدا هو مضطر إلى الاتجاه نحو أسواق العائد المرتفع ولكن بانتقائية. نعم رائد، عم نشوف يمكن النفط أيضا دخل بموجة هبوط عنيفة يعني على المدى القصير مع كسر لمستويات الدعم اللي كان عم بيحاول الحفاظ عليها 28 دولار. برأيك قرارات السعودية بتقديم خصومات يعني لعملائها على النفط إلى أي مدى أعطى نوع من الإشارة السلبية ربما للأسواق النفط بانخفاض الطلب، وهل ستستمر عملية الهبوط بهذا الشكل لفترة طويلة؟ يعني السعودية كمنتج ضخم جدا ومؤثر رئيسي في أسواق النفط أن يقوم بتخفيضات على أسعار المشتريات لدول شرق آسيا، وبالتالي يعني ذلك أثر بشكل حاد وسيؤثر، لأن هناك أصلا الوضع كان فراجايل أو هش إن صح التعبير. نحن نتحدث عن معروض يكاد يوازي أو أعلى بقليل من الطلب، وبالتالي عملية التسعير كانت بناءً
على توازن العرض والطلب عند هذه المستويات، وبالتالي استقرت أسعار النفط ميالة للارتفاع على آمال أن يكون هناك مزيد من الطلب في الفترة القادمة. الآن مع قيام المنتجين بتخفيض السعر بشكل مباشر، ما هي إلا عملية عرض وطلب مرة أخرى. العارض يقوم بتخفيض البيع بأسعار البيع ليبيع أكثر أو كميات أكبر في الفترة الحالية، فهذا قد يهدد الكميات المعروضة أولا، وثانيا قد يهدد أن يكون في عنا للكميات الأخرى المعروضة من دول المنتجة الأخرى ضرورة خفض أسعارها حتى يكون هناك مضاهات للأسعار الجديدة. هذا توقعته الأسواق مسبقا وتسعره حاليا بأن يكون هناك مزيد من الخفض والتراجع في الفترة القادمة بنتيجة القلق فيما يتعلق بالطلب أن يتحسن في الفترة القادمة، خصوصا مع نهاية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض حاد في الطلب على الفيول أو الفصل بشكل مباشر. نعم سيد رائد، نذهب إلى الأسواق الآسيوية وتحديدا في الصين، حيث انخفضت أسعار المنتجين بنسبة تقريبا كانت متماشية مع التوقعات بنسبة 2% تقريبا في الشهر الماضي شهر أغسطس. إلى أي مدى من المتوقع أيضا أن تستمر هذه التأثيرات؟ هذا إضافة إلى مؤشر المستهلك أو التضخم الذي أيضا انخفض تقريبا بنفس النسبة عند 2%. كيف ترى هذه المؤشرات، وإلى أي مدى سوف تؤثر على تعافي اقتصاديات أو الاقتصاد الصيني؟ حقيقة ما شاهدناه من بيانات صينية بدأ يظهر أن التباطؤ في الاقتصاد الصيني أو الانكماش في الاقتصاد الصيني بدأ يتباطأ، أي الأمور تتحسن تدريجيا ولكنها لا تزال في منطقة نوعا ما سلبية، ولكن يعني كأنه يتخارج من ذروة التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد الصيني. ارتفاع يعني شاهدنا تماما مثل ما ذكرت مؤشر أسعار المستهلكين عند 2%، أقل من 2.4% التي كان عليها سابقا التراجع في المبيعات. هذا الأمر هو إشارة مباشرة على أنه الاقتصاد بدأ يقلل الضرر تدريجيا، وأيضا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي هو خرج من الانكماش وفي الربع الثاني وعاد للنمو، بالتالي هذه إشارة إيجابية. أيضا أعتقد الاقتصاد الصيني يبلي بلاء حسنا بالمقارنة مع اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالكوفيد-19 وتأثيره على الاقتصاد، ونتوقع أن يكون هناك استجابة أسرع للاقتصاد الصيني. ولكن العائق الرئيسي للاقتصاد الصيني هو عودة فتح الاقتصادات المغلقة بشكل أكبر وعودة حركة التبادل التجاري بشكل أوسع، لأنه معتمد على التصدير وبشكل كبير، وشهدت بيانات التصدير بشكل واضح تراجعات حادة على الشهر السابع على التوالي. إذن يوجد هناك خلل فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني في هذه الجزئية، هي مرتبطة أيضا بكوفيد-19. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.